تحية عطرة لمتتبعينا الأوفياء في حلقة جديدة من حلقات علم الاجتماع. كنا قد تطرقنا في الحصة الماضية لماهية التنظيم البيروقراطي لدى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، والأسس التي ارتكز عليها من عقلانية وفعل بمختلف أنواعه. لكن حلقتنا هذه سنحاول تخصيصها للحديث عن التنظيم البيروقراطي أو ما يعرف بالتحليل الاستراتيجي عند عالم تنظيم آخر، وهو ميشيل كروزيه. هذا الأخير الذي يعتبر كعالم اجتماع فرنسي ومنظر في مجال المنظمات، مؤلف كتاب Phenomen the Bureaucracy، أي الظاهرة البيروقراطية، نشر له لسنة 1964. عمل بروفيسورا زائرا في مجال علم الاجتماع والإدارة العامة في جامعة هارفارد. ينطلق كروزيه في طرحه للتنظيم البيروقراطي وفي بداية أبحاثه من دراسة البيروقراطية وتشخيص النسق الاجتماعي الذي يميزها. بادئ ذي بدء، أوضح كروزيه على أن نموذج فيبر قد تجاهل مشكلات القوة والصراع، كما تعلمون على أن أي نظرية وأي منظر كيفما كان فإنما يبني أبحاثه ونظرياته على أنقاض النظريات السابقة. لذلك أوضح كروزيه على أن نموذج فيبر السابق قد تجاهل مشكلات القوة والصراع والتغير في التنظيمات التي يمكن أن تحدث داخل كل مؤسسة كتنظيم. وهذا الجهل نابع من تأكيد فيبر للجانب الصوري المستقر من التنظيم. الطريقة الجديدة التي استخدمها كروزيه في ظاهرة البيروقراطية لا ينظر إليها، أي إلى البيروقراطية، كنظم عقلانية متناغمة كليا، بل كنظم يجد فيها الأفراد والجماعات مساحة للمناورات بالرغم من كل الجهود المبذولة للسيطرة عليها، وهناك تفاعل متواصل بين النظام واللاعبين الرئيسيين في النظام. والإشارة هنا إلى اللاعبين، الاعتبار أن أي مؤسسة كتنظيم إنما يمثلها كروزيه بملعب أو كميدان للعب. فإذا كان الأشخاص أو الأعضاء يدخلون تنظيما ما بغايات ومواقف مختلفة، فإن كل منهم يستخدم استراتيجيات شخصية، وهذا لعله المفهوم الأبرز والأساسي لدى ميشيل كروزيه. فقلنا على أن كل منهم يستخدم استراتيجيات شخصية لكي يحمي مصالحه الشخصية لكونها بالغة الأهمية، وكأن الأمر هنا يتعلق بلعبة النرد مثلا. فالرقعة هي المنظمة أو المؤسسة والفاعلية داخلها هم المتبارين، فكل منهم يستخدم استراتيجياته وقدراته ليحافظ على توازنه في اللعبة. وفي هذا يظهر كروزيه كيف تسعى كل جماعة معينة إلى وقاية وتسيع مجالات التمييز لديها كي تحد من اعتمادها على الآخرين. كل هذا يجعل سلوكها مخفي يصعب التنبؤ به، إذ يرى كروزيه على أن التمسك بحرفية الدور يتم أيضا باستخدام استراتيجيات تمسك بحرفية القانون، والتي يستخدمها البيروقراطي لحماية نفسه من التورط في حالات معينة انطلاقا من ظاهرة البيروقراطي. كل هذا جعل ميشيل كروزيه يكشف لنا عن 4 سمات أساسية تبرز في التنظيم. أولا، اتساع وانتشار قواعد سلوك عامة. هذه القواعد تحدد وتحدد مختلف الوظائف في أدق تفاصيلها.
تخضع التصرفات إلى أكبر قدر ممكن من الاحتمالات. ثانيا، مركزية القرار، وتميل سلطة القرار إلى التجمع وإلى وضع نفسها في أعلى مستوى، حيث الأفضليات تعطى بشكل طبيعي إلى من هو ثابت في النسق أكثر مما تعطى للأهداف الوظيفية في التنظيم. ثالثا، عزل كل فئة مرتبية وضغط الجماعة على الفرد. رابعا، نمو علاقات نفوذ متوازية، ما قد ينتج عنها صراعات، وعلى هذا الأساس يشكل كل نسق تنظيم بيروقراطي وتنظيم يقوم توازنه على وجود سلسلة من الحلقات المفرغة المستقرة نسبيا، بحيث تتنامى انطلاقا من مناخ التعميم والمركزية. كما يقدم لنا أيضا ميشيل كروزييه مجموعة من المنطلقات الأساسية التي يقوم عليها التحليل الاستراتيجي لديه. والمنطلق الأول هو أن الإنسان لا يقبل أبدا أن يعامل كوسيلة وأداة في خدمة المنظمة، حيث نجد كل إنسان له أهدافه ورغباته الخاصة. هنا يتبين لنا بالملموس على أن ميشيل كروزييه من خلال هذا المنطلق حاول أن يعيد للفرد كإنسان ماهيته وقيمته. المنطلق الثاني وهو إيمان كروزييه بوجود الحرية النسبية للفاعلين داخل المؤسسة، بحيث يمتلك الفاعل مساحات للفعل أو هامش للفعل. هذا المنطلق وهو قلب التحليل الاستراتيجي لدى كروزييه. المنطلق الثالث في خضم هذه التفاعلات الاستراتيجية هي العقلانية، ولكنها تكون محدودة لكون الفاعل يتنبأ باستراتيجية الآخرين والمحيط الدائر بهم. إن دخول الفاعلين في محيط هذه الصراعات يجعل سلوكاتهم متجهة نحو تحقيق أهدافهم، فهم يمتلكون موارد خاصة ويضعون استراتيجيات بناء على معطيات الآخرين. هؤلاء قد يكونوا منافسين أو أصدقاء، كلا الاحتمالين في هذا الواقع الاجتماعي الذي هو المؤسسة. هذه السلوكات التي يتبعها الفاعلين يمكن أن نضيفها كنوع ثالث من الضغوطات الاجتماعية التي تحدث داخل المنظمة، على اعتبار أن أي مؤسسة كتنظيم لا يمكن تصورها بدون ضغوطات كانت داخلية أو خارجية. أولا، يبتدئ كروزييه الحديث بضغط منبعه محيط العمل كالآلات والروتين والحرارة والتوقيت ثم منهجية العمل. فكلما تخلصنا من العمل اليدوي كلما يزداد تحكم بواسطة القوانين. ثم من الضغط الثاني ألا وهو ضغط منبعه الانتماءات المختلفة للأفراد كالإيديولوجية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ثم الضغط الثالث الذي كنا قد تحدثنا عنه بداية، وهو ضغط منبعه من تجربة التفاعلات داخل المنظمة. وحديثنا عن السلطة التي لا يمكن أن يتصور أي تنظيم بدونها في إطار العلاقات بين مختلف الفاعلين، يعتبر كروزييه على أنها غير مرتبطة بالمكانة الهرمية للفاعلين. هو الأمر الذي يجعلنا هنا أمام تساؤل عريض، وهو من أين تأتي هذه السلطة أو من أين تستمد؟ يعتقد كروزييه، يعني كإجابة على هذا السؤال،
يعتقد كروزي على أن السلطة هي علاقة تبادلية تنبني على مبدأ الشك، الريبة كورقة رابحة لدى كل فاعل وليست منوحة. على سبيل المثال، جهاز الدولة يسعى جاهدا لمنع الأفراد من مراقبة منطقة الشك عن طريق إخفاء مكامن الخلل في النظام القائم وإبراز مبادئ الديمقراطية والعدالة والتسويق لها بشتى الطرق بشكل يضعف أو يقلص من محاولات الإصلاح والتغيير التي قد يقدم عليها الثائرون، وذلك من أجل ضمان استقرار النسق أو النظام على ما هو عليه من اختلالات والحفاظ على استمراره. إن كل هذه العلاقات حسب كروزيه تخضع للتوافقية بين الطرفين، أي المخضع والمخضع، فلا يقبل المخضع شرط الإخضاع إلا إذا كان يتوفر على ضمانات من طرف الشخص أو الجهة الخاضع لها. ومن هنا يمكن القول بأن ممارسة السلطة تتم عبر وجود مبدأ التفاوض والتبادل النفعي بين طرفين، أو التنازل لحق طرف لطرف آخر وفق شروط ومبادئ. يعتبر مفهوم الاستراتيجية عبارة عن سلوك ذو معنى يقوم به الفاعل في إطار نسق من الأفعال التي ينتمي إليها، وهذا نتيجة لاختياراته، ويمكن تصنيفها على ضوء ما سبق إلى صنفين يسلكهما الفاعل داخل أو في علاقته مع المنظمة. أولا، استراتيجية دفاعية، وهي الاستراتيجية التي يعتمدها الفاعل نحو المنظمة بهدف المحافظة على الامتيازات والمكاسب التي يعتقد بأنها تشكل رهانا بالنسبة إليه، فيستعمل كل ما لديه من أوراق رابحة وموارد من أجل أن تبقى الوضعية التنظيمية بخصائصها الحالية كما هي عليه، بحيث يبقى هو في موقع قوة في علاقته التفاوضية إزاء المؤسسة. النوع الثاني من الاستراتيجية، ولو هو الاستراتيجية الهجومية، يمكن للفاعل كذلك انطلاقا من الوضعية التنظيمية والمهنية التي هي متوفرة لديه أن يبني استراتيجية هجومية، ليس من أجل محافظة على امتيازات أو مكاسب كما هو الحال في الاستراتيجية السابقة، ولكن من أجل الحصول عليها أو الاستزادة منها، وهي نوعان: الاستراتيجية المساوماتية والتي يسعى من خلالها الفاعل للحصول على مكاسب فورية وعاجلة في شكل أخذ ورد، كمثل ذلك السلوك الذي يقوم به العامل بأن يمتنع من القيام بمجهول أو عمل يرى فيه بأنه خارج حدود اختصاصه أو خارج حدود متطلباته المهنية، لكن يبدي استعداد أن يقوم به بشرط أن يحصل على امتيازات إضافية آنية وفورية. النوع الثاني من هذه الاستراتيجية هي يطلق عليه ميشيل كروزيه بالاستراتيجية الاستثمارية. في هذه الاستراتيجية يكون المقابل بعدي وعلى المدى المتوسط أو الطويل، فهذه الاستراتيجية هي سلوك اختياري للفاعلين الذين لهم وضعية مهنية تتضمن إمكانية المكافأة المستقبلية كالحصول على ترقية مهنية أو الاستزادة من المكافآت المادية. فالإطارات مثلا نجدهم أو عادة ما نجدهم يقومون بسلوكات آنية تترجم استراتيجيتهم المستقبلية، وانطلاقا من هذا التصور نجد أن المؤسسة الاقتصادية أو التنظيمات المختلفة في تسييرها للموارد البشرية تعتمد على آلية المسارات المهنية أو
مخططات. إذن انطلاقا من هذا التصور وفي إطار علاقة الفاعل مع المنظمة التي ينتمي إليها، فكأنما هنالك نوع من التكتيك، يعني استراتيجية دفاعية نجدها في البداية، ثم استراتيجية هجومية تتمفصل هي الأخرى إلى استراتيجيتين أو ثنائيتين من الاستراتيجية، هي استراتيجية مساوماتية واستراتيجية استثمارية. في الأخير يتحدث ميشيل كروزيي عن مفهوم آخر، ألا وهو بناء نسق الفعل الملموس. يأخذ هذا الأخير أو هذا المفهوم مكانة مركزية في التحليل الاستراتيجي عند ميشيل كروزيي، فهو جماعة إنسانية مهيكلة وبناء اجتماعي ينسق أفعال أعضائه، إلا أن الانتظام فيه حسب كروزيي غير طبيعي، الاعتبار أنه تدخل فيه مجموعة من قواعد للعبة. من خلال كل هذا يتأتي لنا على أن تنظيم البيروقراطي عند ميشيل كروزيي يقوم أو ينبني على مجموعة أو على بنية مفاهيمية تنطلق أولا من الفاعل ثم السلطة، بالإضافة كذلك إلى منطقة الارتياب ثم علاقة السلطة بمنطقة الارتياب، إلى جانب الاستراتيجية والتي يركز عليها كمفهوم مركزي، ثم في الأخير نسق الفعل الملموس. من خلال أو بناء على كل ما سبق ذكره، يمكن أن نستخلص أن التحليل الاستراتيجي للمنظمات حسب ميشيل كروزيي إنما هو محاولة علمية أضافت الكثير للعلوم السياسية والاقتصادية وكذا للتنظيمات الإدارية من خلال ما قدمته من تبصير وتطوير في تسيير عمليات التنظيم. يمكن أن نجمل أو أن نجمل بعض مميزات هذا المنهج، أن التحليل الاستراتيجي للمنظمات استطاع أن يعرف النظام المعرفي لنسق الفعل والعمل على الفهم والتوقع للتغيرات أفضل من النظريات الأخرى، ثم فهم ديناميكيات الأنساق إلى جانب فهم مسار الفعل الممكن والمحتمل من خلال دراسة قناعات الفاعلين ورهاناتهم وأهدافهم، وأخيرا أنه أمدنا بمعرفة أن النزاع أو الصراع هو حالة ملازمة للتنظيم وهو ليس مسيئا لوظائفه، هو يعكس أو يختصر عدة علاقات تبادلية ومتناقضة تختص بكل تنظيم، فالفاعلون ليسوا مخطئين في أفعالهم بل هي دوما نابعة من التنظيم وإكراهاته داخلية كانت أو خارجية. كان هذا بالنسبة لحلقة اليوم فيما يتعلق بالتنظيم البيروقراطي لدى ميشيل كروزيي. دمتم بألف خير، في حلقة قادمة فرشوا أرضيتها بقضية تتعلق بعلم اجتماع أو القضايا الموازية له بشكل معرفي مفصل.